أرحب الآن بضيفي الكريمين، أولا من نيامي سعادة الدكتور علي يعقوب الأكاديمي والمحلل السياسي، ثم من باريس الأستاذ محمد آدم الكاتب والمتخصص بالشأن الإفريقي. وأبدأ من ضيفنا الكريم في نيامي. يا دكتور، يلفت انتباهنا بشدة إنه الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية الهائلة للنيجر لم تتبدى سواء لنا وفيما يبدو للعالم بأسره إلا بعد تحرك الجيش الأخير. أين كانت مختبئة هذه النيجر التي يتهافت عليها العالم بأسره الآن يا دكتور؟ شكرا. فعلا النيجر من الدول التي لم يكتب لها شهرة، وأنا أحكي لك شيء، كنا طلاب في الدول العربية لما كل واحد أنا من نيجر يقول لي نيجيريا، أقول له لا أنا من نيجر. هذه قضية أخرى على كل حال. بالنسبة للنيجر، فرنسا كانت هي الرابدة ومسيطرة عليها، لا تتنفس وليس لها أي علاقة خارجية جيدة مع أي دولة إلا مع فرنسا، لأن هي التي تشتري الإيرانيون الموجودة في النيجر. وبالمناسبة هي دولة فيها الذهب بشكل رهيب جدا، وفرنسا هي المسيطرة على هذه الأشياء. والحكام السابقين وفروا لفرنسا كل الشروط المطلوبة لتفعل ما تريد في هذه البلاد بالإيرانيين. مقابل ماذا يا دكتور؟ هل مقابل حماية أم يعني تقاسم للثروة، وانت عارف أنا قصدي إيه، ولا مقابل إيه يعني؟ صراحة فرنسا بعد استقلال النيجر ذهبت بأساكرها ولم تجي إلى النيجر إلا في عام 2014 أو 2013 مع الرئيس السابق، بعدما دخل الإرهابيون في شرق النيجر وفي غرب النيجر. وإلا فرنسا عندها قاعدة عسكرية صغيرة في معادن الإيرانيون في أكثر شمال البلاد في أغادس، ليس أغادير، أغادير هذا في المغرب، هو أغادس بالسين. أغادس أغادس، أشكرك على هذا التصحيح. أغادس ظهرت هذه الجماعة، استعانت الحكومة النيجيرية بفرنسا، وكذلك أمريكان دخلوا وإيطاليا وغيرها من الدول. ولماذا لها هذه الأهمية؟ نيجر هي الدولة الوحيدة في إفريقيا لها حدود مع 7 دول، فيها منها دول تطل على بحر الأبيض المتوسط مثل ليبيا والجزائر، ومنها دول تطل على محيط الأطلسي مثل نيجيريا وبنين، ومنها دول لها حدود مع موريتانيا وغيرها والسنغال مثل مالي، ودول لها حدود مع ساحل آسيا التي لها أهمية لفرنسا وهي بوركينا فاسو. وكذلك الدولة الساسية فيها صحراء بشكل كبير جدا، وهذه الحدود وهذه الصحراء وكونها دولة متوسطة بين هذه الدول أعطاها أهمية كبيرة للدول الغربية، لأنها من خلالها ممكن يشرفون على بعض الإرهابيين كما يقولون، داعش والقائدة ونشرة الإسلام وغير ذلك. فلذلك لها أهمية كبيرة، ولكن هذه الأهمية لم تظهر إلا بعدما سار الانقلاب وطلب فرنسا أن تخرج من البلاد. وإلا كثير لا يعرفون أن للأمريكان 1100 جندي، وإيطاليا موجود، صحيح، وكذلك ألمانيا عندهم، خليك أن فرنسا اللي عندهم 1500 عسكري وثلاث قواعد كبيرة في النيجر. في الحقيقة كنت أود أن أعرف منك ماذا أيضا، يعني هل هناك قواعد أخرى لدول أخرى لها قوات في النيجر؟ لكنني سأؤجل ذلك حتى أرحب أولا بضيفي الكريم من القاهرة السيد كالفين دارك الخبير العسكري والاستراتيجي الأمريكي الذي يشرفنا هذه المرة من القاهرة نفسها. مرحبا بك سيد كالفين. لكن اسمح لي سيد الكريم أن أتوجه بسؤالي التالي إلى الأستاذ محمد آدم في باريس. أستاذ آدم، بدا لنا بوضوح إنه فرنسا كانت تلعب دور سدادة القنينة في النيجر، كانت تعتبر النيجر ضيعة في الحقيقة، وكانت النيجر محجوبة عن العالم. انكشف هذا الغطاء الآن، أصبحت النيجر
مكانا أخباره تصل إلى كل أصقاع الأرض، يتهافت على النفوذ فيه كل القوى الكبرى. كيف تبرر فرنسا ما فعلته بالنيجر يا سيدي؟ تحياتي لكم وللضيوف وللمشاهدين. أختبس هنا، يبدو أن أفريقيا أصبحت الآن كالعروسة الجميلة التي يتسابق عليها الإرسان وهي تتغنج يعني. ونيجر بالتحديد هي دولة تعتبر مهمة لفرنسا نتيجة للمعادن وأيضا التموضع القديم والعلاقات الاستراتيجية القديمة مع النيجر. ولكن التراجع الكبير للدور الفرنسي في أمم أفريقيا أصبح واضح والظاهر كل هذه الانقلابات في مستعمرات فرنسية، وهذا يعتبر قسم كبير جدا من رصيد فرنسا على الصعيد الدولي والإقليمي. والوجود الفرنسي صراحة يتعرض لهزة كبيرة، وهذه انتكاسة لباريس والأليزي. اسمح لي سيدي الكريم، اسمح لي، هل يمكننا أن نفتح قوسا هنا وأن نطرح السؤال المنطقي، مشكلة ماكرون أم مشكلة نظام فرنسي بأسره؟ صحيح أن النظام الفرنسي يترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون، وهذا الخطاب الكبير الذي وجهه إلى شعوب المنطقة الأفريقية وحذرهم من الإمبريالية الفاشية، في إشارة إلى روسيا والتمدد الصيني في غرب فرنسا. لكن أنا في تقديري هذا صراع الكبار، صراع القوى العظمى وإعادة التموضع من أجل مزيد من سرقة موارد هذه القارة الخنيئة بالموارد الكبيرة. هذا يعتبر تحدي كبير ليس بين الصين وروسيا من جهة وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وإنما هنالك قواعد عسكرية لدول كبرى أيضا لديها نفوذ وأطماع في القارة الأفريقية. لكن إعادة التموضع الجديد لفرنسا هذه يعتبر ويفتح الباب نحو مزيد من السيناريوهات المطروحة والمفتوحة في الأيام والأشهر الغليلة المقبلة، إذا لم يتدارك الموقف الداخلي النيجري من تبعات هذا الصراع وتحدياته على الدول الجارة. فأنا في رأيي ستكون هنالك تحديات أمنية وعسكرية واقتصادية كبيرة، أقصد ليست على النيجر فقط. أستاذ آدم، أقصد سيد الكريم، هذا الوجود التاريخي لفرنسا في النيجر، دعنا نتحدث عن النيجر ولا نتحدث عن الدول الأخرى التي تضعها فرنسا تحت جناحها تاريخيا، لكن في النيجر لماذا لم ينعكس تنمية يا سيدي؟ النيجر ما تزال من أفقر دول العالم وهي تحت جناح فرنسا. ألا يشعر الفرنسيون بأنهم فشلوا، بأنهم لا يستطيعون أن يرفعوا من شأن، دعني أقول يعني، حلفائهم؟ وهنا تكمن الكارثة للأسف الشديد. الدول الكبرى تتدخل وتستولي على موارد البلدان الفقيرة. نيجر هذه دولة، أنا زرت مدينة أجدس التي أشار إليها الضيف، وعندما عبرت إلى ليبيا زرت مدينة أجدس ونيامي، ورأيت أن الشعب النيجري من أفخر شعوب المنطقة الأفريقية. وأن الوجود الفرنسي تراه بأم العين في كل مكان، وهذا مؤشر خطير. أنا استغربت إلى الوضع العسكري الداخلي في النيجر، وأن هذه الشعوب، شعوب النيجر، يعيشون الأمرين، الفقر والجوع، وأن بلادهم يعني يتمتع بيورانيوم ومواد يعني موارد أخرى كبيرة جدا، لكن فرنسا تأتيهم الفتاة للأسف الشديد ولا تمنحهم حتى يعني أبسط مقومات الحياة من تنمية وطرق يا أخي الكريم وتعليم جيد. يصيبنا بالدهشة في الحقيقة إنه الواجهة الفرنسية في باريس، حينما تزور باريس وترى الشانزليزيه واللوفر وتقرأ حتى للفلاسفة الفرنسيين الكبار، فلاسفة السياسة الفرنسيين، ثم ترى صنائع يد فرنسا في إفريقيا، تشعر بمفارقة مريرة يا سيد الكريم. سأعود إليك. بالفعل. أنا تحدثت مع أفارقة هنا من القارة السمراء يعيشون هنا في باريس، وللأسف أشاروا بأن
يعني الكهرباء الموجودة في باريس الآن التي يتمتع بها فرنسا هي من يورانيوم النيجر. أيوة وأن أيوة كل لمبة أيوة مضاءة في شوارع باريس هي خصما على الشعب النيجري. هذا أمر يصيبنا بالذهول في الحقيقة. سأعود إليك إن اتسع الوقت، لكنني أذهب الآن إلى سعادة كالفين دارك الخبير العسكري والاستراتيجي الأمريكي الذي يشرفنا هذه المرة من القاهرة. سيد دارك، الولايات المتحدة الأمريكية نظرت ببراغماتية إلى ما يحدث في النيجر وفي تلك المنطقة من إفريقيا عموما، يعني كانت حذرة، لم تقطع شعرة معاوية مع النظام الحاكم بالفعل الآن في نيامي، رغم أنها فعلت ذلك في أماكن أخرى وتحدثت عن الانقلاب المرفوض والخروج على الشرعية إلى آخره. في رأيك لماذا كانت نبرة واشنطن أكثر مرونة مع نيامي؟ حسنا، أعتقد أن في البداية يمكن أن نشهد أن الولايات المتحدة وفرنسا، وهو من القوى العظمى، لديهم تاريخ مختلف في القارة الإفريقية وفي النيجر على وجه الخصوص. بالنسبة للولايات المتحدة أهم شيء هو التعاون من أجل مجابهة الإرهاب وتحقيق الأمن، والقاعدة العسكرية الموجودة في النيجر التي يتواجد بها الجنود الأمريكان بشكل مؤقت تم إعادة تمركزها، وهي إحدى العوامل الأساسية لمجابهة الإرهاب ومكافحة الإرهاب، وهذا هو مصلحة الولايات المتحدة وحلفاء النيجر. وكما نرى فيما يتعلق بالمنهج البراغماتي للولايات المتحدة، هم لديهم الكثير من الأمال أن يكون هناك قرار وحل نهائي بناء على الديمقراطية، ولا بد أن يتم في صالح الشعب النيجيري، ولكن لا بد من السماح للولايات المتحدة العمل مع الحكومة النيجرية في عمليات مجابهة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار. سأعود إليك سيد الكريم، يعني ولكن في حلقات أخرى دون شك، طالما أنت مقيم في القاهرة ستكون من ضيوفنا الدائمين إن شاء الله، وطبعا مرحبا بك في القاهرة. لم يتبقى من وقت إلا لأسئلة سريعة للغاية، وأرجو أن تكون الإجابات سريعة، من ضيفي الكريمين في نيامي الدكتور علي يعقوب وفي باريس الأستاذ محمد آدم. دكتور علي، الناس الذين يخرجون في الشوارع في نيامي يناصرون حركة الجيش ويحرقون الأعلام الفرنسية، يمثلون الشعب النيجري يا سيدي؟ نعم، يمثلون الشعب النيجري يا أستاذ الكريم بكل تأكيد وبدون أي تزييف ولا سياسة. ناس كلهم يخرجون طواعية، وهم الذين يؤكلون أنفسهم ويشربون أنفسهم، ليس للجيش علاقة بهم نهائيا، لأن الناس بدأوا يشعرون بإهانة وبسيطرة فرنسا عليه، إلى حد يقول نحن لا نعترف بالحكام الجدد، لازم إعادة الحاكم السابق الذي سئم منه الناس وطفشوا منه. كأن الدولة كأنها ولاية من ولايات فرنسا، وكيف لا ندري، لكن دون أن تحظى بميزانية فرنسا يا دكتور. نعم، وهذه هي المفارقة. إكواس عادة هذا الرئيس لن يحكم النيجر أيضا. أذهب الآن إلى الأستاذ محمد آدم في باريس. الفرنسيون صناع استراتيجية، هم مشهورون بذلك، لماذا خاب أملهم تحديدا في تلك المنطقة من العالم؟ يعني كل توقعاتهم وكل خطواتهم خاطئة سيدي الكريم، لماذا في رأيك؟ صحيح، للأسف الفرنسيين وخاصة الإدارة هنا أخفقت كثيرا في القارة الأفريقية وخاصة في النيجر، والأزمات تراكمات الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة وتراجع الدور الفرنسي، وأيضا عدم تقديم ما يمكن تقديمه، وفي ذات الوقت يعني أخذ المزيد من موارد الدولة من النيجر، وللأسف الشديد لن تؤد هذه الموارد بأي نفع إلى إنسان النيجري البسيط، فلذلك تراجع حتى الدور الفرنسي في المنطقة بشكل كبير جدا. أضف إلى ذلك حتى هنا أصوات كبيرة جدا في فرنسا يعني تشير بصريح العبارة لا بد من أن هنالك تكون استراتيجية جديدة لفرنسا، وفرنسا أيوه أن تعيد أيوه حساباتها ألف مرة في هذه المنطقة، وحتى لا تفقد مزيد من قواعدها ومزيد من حلفائها الاستراتيجيين، وعلى ماكرون وعلى الأليزي أن يعودوا مجددا إلى الوراء وأن يستدركوا هذا الموقف، وإلا ستكون الأواخر كارثية لفرنسا. طيب ممكن
في جملة واحدة سيد كالفن دارك أرجوك، وجود السفيرة الجديدة في نيامي السيدة فيتس جيبن معناه أنه لن تكون هناك حرب، وإلا ما كانت أمريكا أرسلت سفيرة جديدة؟ حسناً، الولايات المتحدة أرسلت السفيرة الجديدة لأن الولايات المتحدة لديها الكثير من الآمال أن يكون هناك ترتيبات مع النيجر لاستمرار الشراكة والعلاقات التعاونية مع النيجر، ولكن يمكن أن نرى هذا أمراً ممكناً، وأعتقد أن هذا يعطي القدرات لإدارة بايدن لتحقيق الآمال المرجوة. سأقول هنا أنا إن لم تقلها أنت سيد دارك، لن تكون هناك حرب ضد نيامي طالما أن سعادة السفيرة الأمريكية أرسلت إلى هناك، وسنرى، لكن هذا توقعي المبني على معرفتي بالخبرة الأمريكية السابقة في القارة الإفريقية وفي عموم العالم. شكرا جزيلا لضيوفي الكرام من باريس الأستاذ محمد آدم الكاتب المتخصص بالشأن الإفريقي، ومن نيامي الدكتور علي يعقوب الأكاديمي والمحلل السياسي، ومن القاهرة السيد كالفن دارك الخبير الاستراتيجي الأمريكي الذي يزور قاهرة المعز هذه الأيام، فمرحبا به.